نتابع مع حضراتكم اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه والانشطه كمان، ومراسلتنا العزيزه منى ابراهيم موجوده في مقر النادي بالجزيره. يا منى صباح الخير عليكي، صباح عليكي كل سنه وانتي طيبه، وعرفينا كده نحب نسمع منك اخر اخبار النادي الاهلي، اتفضلي. صباح الخير عليك يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي وأخبار رياضية أهلاوية كمان جديدة. أنا النهاردة موجودة أو حاليا موجودة في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة علشان أنقل لكم آخر وأهم أخبار النادي الأهلي وكل فرق الرياضية المختلفة. لكن في البداية خليني أقول لكم أن درجة الحرارة دلوقتي داخل النادي 18، طبعا الشمس شديدة بقالها يومين أو يعني متوقع كمان أن هي تستمر درجة الحرارة في ارتفاع في الأيام اللي جاية. في عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي متواجدين عشان يستمتعوا بوقتهم وبالشمس اللي موجودة النهاردة، عدد كبير يمكن باين ورايا عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي موجودين في الساعات الأولى من صباح اليوم. في البداية خلوني طبعا أقول هارد لك لمنتخبنا الوطني بعد خسارته وهزيمته امبارح وخروجه من تصفيات كأس العالم أمام السنغال بضربات الترجيح. طبعا الجهاز الفني والطبي للنادي الأهلي مستني عودة اللعيبة الدوليين علشان يطمن على حالتهم، وخاصة حمدي فتحي اللي خرج مصاب من مباراة أمس. النهاردة الفريق راح من التدريبات، هيعود إن شاء الله مرة تانية استكمال تدريباته واستعداداته لمباراة يوم الأحد مع الهلال السوداني مساء يوم الأحد إن شاء الله. الأهلي طبعا محتاج إن هو يفوز أو حتى يتعادل عشان يصعد لدور الثمانية بإذن الله. استكمالا لباقي اخبارنا واخبار نادي الاهلي وفرقه الرياضيه العاب الصالات، طبعا البدايه بالفريق الاول لكره اليد رجال اللي فاز امس على نادي سبورتنج في الدوري. المباراه شهدت تاخر شويه من لاعيبه النادي الاهلي في الشوط الاول، انتهى ب 14-12 علشان يعود ويستعيد الاهلي توازنه من جديد علشان ينتهي الشوط الثاني بنتيجه 26-24، وشهد الحقيقه تالق كبير جدا من حارس مرمى النادي الاهلي عبد الرحمن حميد. كده رصيد النادي الاهلي ارتفع ل 11.5 نقطة وبيحتل بيهم وصافة الترتيب حتى الآن. الأهلي دلوقتي هيواجه طلاع الجيش النهاردة الساعة 3:30 على صالة دكتور حسن مصطفى، وبكرة مباشرة هيواجه الزمالك يوم الخميس على نفس الصالة بس الساعة 6 إن شاء الله. أما الفريق الأول لسيدات كرة الطايرة فازوا امبارح على نادي وادي دجلة ب3 أشواط دون رد ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الدوري اللي بتقام بالنظام بيست أوف 3 لأول مرة في تاريخها، ويعني الأهلي كده فاز بمباراتين فده بيضمن له الصعود إلى النهائي اللي هيواجه فيه إن شاء الله الفائز من لقاء الصيد وسبورتنج. اما فريق الاول لكره الطايره رجال عندهم النهارده ماتش مهم مع نادي الزمالك على صاله العاصمه الاداريه الساعه 8 مساء ان شاء الله ضمن منافسات نصف نهائي الدوري. بكره كمان عندهم نفس الماتش الساعه 8 ايضا مع نادي الزمالك. طبعا الاهلي لو فاز على المباراتين دول بيضمن له الصعود الى النهائي ان شاء الله. والفريق الاول لكره اليد سيدات هيواجه الجزيره بكره ان شاء الله الساعه 4 العصر على صاله الامير عبد الله الفيصل هنا بالنادي الاهلي بالجزيره، وهم متربعين دلوقتي صداره الدوري. استكمالا لباقي اخبارنا وشباب بقى النادي الاهلي الحقيقه الاسبوع ده بيشهد تالق كبير جدا وبيحصدوا كتير من البطولات. ابطال الجمهوريه فريق 2008 لكره اليد توج امبارح ببطوله الجمهوريه بعد ما فاز على نادي سموحه بنتيجه 36-34، والمباراه شهدت اداء قوي جدا من لعيبه النادي الاهلي وشبابه. أما شباب سلة الأهلي تحت 16 سنة توج أيضا ببطولة الجمهورية عن جدارة بعد ما حقق الفوز على سموحة. طبعا يعني شهدت أداء المباراة شهدت أداء كبير وقوي من لعيبة النادي الأهلي، كانت فيها 3 بوينتس كتيرة وكان فيها هجمات مرتدة كمان كتيرة، وانتهى اللقاء لصالح النادي الأهلي وتوج ببطولة الجمهورية بنتيجة 57-56. أما شباب اليد مواليد 2002 فازوا على نادي الزمالك أيضا بنتيجة 27-20 ضمن منافسات بطولة الدوري المرتبط للمحترفين، والجهاز الفني كان سعيد وأسنب بي طبعا على اللي قدمه شباب النادي الاهلي وبيتمنى لهم اكيد التوفيق، احنا كمان بنتمنى لهم التوفيق. دي كانت كل اخبارنا من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره. لكن في الاخر خلينا اقول لكم طبعا يا نهاوند يا كريم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى كل الاهلاويه اللي بيتابعونا دلوقتي، على كل جماهير النادي الاهلي. طبعا خلاص ايام وهيبتدي شهر رمضان، ودي اخر حلقه من 10 الصبح في الاهلي قبل بدايه شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. مره ثانيه كل سنه وانت طيبه يا منى، بنشكرك جدا وكل سنه
وكل حضراتكم يا رب بخير. كان نفسنا زي ما قلنا امبارح اول امبارح ان احنا ندخل رمضان مبسوطين، ولكن على كل حال هندخل رمضان برده مبسوطين ومعانا امل. معلش ما حصلش حاجه يعني، هنتكلم برده في التفاصيل. كل شويه بقعد المح انا لما بقعد افتح الموضوع على كل، بس الواحد زعلان، الواحد زعلان برده مش قادر ان انا يعني. عارف يا كريم الواحد برده كاعلامي وكبيشتغل لازم ان هو يطلع يتكلم بطريقه فيها عقلانيه شويه، موضوعيه شويه، بس في الاول وفي الاخر احنا من الجماهير، احنا من المصريين اللي كان عندهم امال، كان عندهم نفس ان هم يفرحوا برده، فغصب عن الواحد معلش اعذركم. العقلانيه دي ممكن تنفع لما تكون العقلانيه موجوده، لما يكون المنطق متحقق، لما يكون عملنا اللي علينا بدرجه 100%، لما يكون ما فيش تقصير من نواحي بعينها، يعني ساعتها يبقى كلام. لكن هنقول ايه؟ طيب